الناس مصيبتها ثابته وحد، وناس تانية مصيبتها ما وردتش على حد. حكاية ممكن تدخل تحت بند ما تقدرش، لو مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. عايزين تعرفوا الحكاية من اولها، تابعونا في كلام من الاخر. موزع كبير قوي، والله عميل سمع الكلام وحجز عربية، وبعد شوية طلبوا منه تمن العربية بالكامل، وبعد ما الزبون دفع قالوا له مش هنسلمك إلا بضعف السعر المتعرف عليه وكمان 6 شهور. الزبون قال لهم هاتوا لي فلوسي وعليهم 18% زي قرار جهاز حماية المستهلك. عارفين ردوا عليه؟ قالوا له ايه؟ لا، لان ايصال الحجز الموجود معاك ما فيهوش سعر محدد للعربية. بطريقة انتش وجري، صدقوا ان الشاب اللي اتعيب عليه لانه غنى انتش وجري اتريها النظام الجديد لبعض كبار رجال الاعمال في سوق السيارات. تتريها على الشاب البسيط عموما بالسياسة الحرامي بشلته ونظام فتشني فتش، لو شاطر يا زبون يمسك علي حاجة. بعض كبارات السوق شغالين كده. الغريب ان الموزع الكبير ده من الاسماء اللي تهتز ليها الرؤوس، والحركات دي ما تسويش عنده دبوس ذهب مرصع بالالماس. لكن تعمل ايه في الطمع؟ العميل امامه طريق من اتنين، اما يروح جهاز حماية المستهلك، اما يسلم بجبروت الامر الواقع والبند الفخ في ايصالات الحجز والسداد. ده كلام لمن